تخيل يا عزيزي المشاهد، والله تخيل تكون بحجم البوت حقه. نقول بسم الله، نمسك لنا واحد، طيرنا واحد. اوكي ودي اشغل خيالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من لعبة بانر لورد بمود جيم اوف ثرونز. شكرا على كومنتاتكم الرهيبة ودعمكم لهذه السلسلة، وصلتني نصايح كثير، وصراحة أهمها اللي هو العمالقة اللي كنت أدورهم طلعوا في هذه المدينة على حسب الكومنتات اللي جتني. بإذن الله راح ناخذ لنا كم من واحد منهم. الشغلة الثانية يا شباب اللي لاحظتها هنا السيوف، السيوف أتوقع أن أقوى السيوف ممكن متواجدة في هذه المدينة. أخذت لي سيف أوث كيبر المعروف طبعا. Valyrian steel. It's yours. You'll use it to defend Ned Stark's daughter. He swore an oath to return the Stark girls to their mother. جميل ومواصفاته رهيبة، واحترت بينه وبين صراحة في سيف ثاني في له الطول 127، يمكن هذا أطول سيف في اللعبة على حد علمي، ومعروف بالشخصية العملاقة في المسلسل. يعني باختصار سيوف المسلسل كلها تقريبا موجودة هنا. الشغلة الثانية أو النصيحة الثانية موضوع الخيول، خيول تقريبا إن أغلى مكان في هذه المنطقة على طول المدينة الثانية اليسار. والله صراحة الأسعار طاحت، أتوقع بسبب أني بعت لهم قبل شوي. إيه السوق عندهم مليان خيول لأني تاجرت كذا مرة رايح جاي عندهم. المهم خلونا نجي عند العمالقة وهذا أهم شيء. يا سلام شوف ليفل مدري كم، بس تير 6، تير 6 مكتوب، وياخذون الراتب في اليومي 17 مقارنة بالبقية كانوا ياخذون 8 مثل ما تشوفون واثنين، لكن طاقاتهم صراحة تستاهلوا أكثر. المشكلة عدد الجنود عندي فل، بتخلص من خمس عمالقة أتوقع كافين كبداية استعراض. طيب الشغلة الثانية، لاحظت في الكومنتات قلتوا لي كمل دثراكي، طبعا أنا مكمل دثراكي. شوف الحروب، شوف الخبصة اللي صايرة صراحة. القتال في المود أصعب من بدون المود، يعني اللعبة الطبيعية أو الموسم الأول اللي لعبته في القناة قبل 3 شهور تقريبا. الشغلة الثانية هنا شوف، دخلت مع الستارك على أساس يحاربون لانستر، توهم ماخذين معاهدة سلام بينهم. يا سلام عليكم، الله يصبرنا لين ما ننشأ المملكة. الشغلة الثانية الصعوبة هنا ان الممالك كلها تشوفها متكتلة في ماب صغير، وكل واحد يعني لانستر قبل شوي محاربينهم لهم مدينة هنا 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 متفرقين. يعني تخيل كم مملكة في هذه المنطقة الضيقة. هذه الجزيرة الاولى، حلو، هذه الجزيرة بالطول الاولى. الجزيرة الثانية اللي فيها الدثراكي، هذا الماب فعليا في مسلسل جيم اوف ثرونز اللي فيه الدثراكي من اليمين والتارجاريان تحتهم. انا ليه ارويكم من هنا، خلنا ارويكم القوة كذا نظرة سريعة عليها. ذفال، ذفال برضو هقوية 10,000. هذا الزرق طبعا محشورين هنا في الوسط بين الممالك. بعد النايت سواتش 2400 مش مشكلة. شوف الريتش وصل 12,000، الريفر وصل 8,000، تارجاريان اللي هم عند الدثراكي تحت هناك دثراكي 5,000 وتارجاريان 7,000. بس احلى شيء انهم في زاوية كذا في كورنر، ما في احد على يمينهم، لكن الممالك كثير برضو على يسارهم من اكثر من جهة. الوست طبعا لانستر، كثير من كومنتات جوني قالوا لي هذا اللانستر في المود شيء مش طبيعي، فانتبه منهم او جند منهم. الايرون ايلاند والدورن والدراغون ستون والفري فول كلوراث كلهم هنا تحت تقريبا، ما في الا الستورم لاند. والله صراحة قوة شوية. برافوس شبه منتهية. برافوس كم مدينة عندهم؟ بنتس خلنا نشيك بس على السريع. كلهم امورهم طيبة. شوف برافوس ما عندهم ولا مدينة، كلانات كثير بس ما عندهم ولا مدينة. في احد محتلهم، هم داخلين حرب اكيد. هذه تقريبا اول مملكة باي باي، سلمت على الاراضي كلها، وممكن انهم يستعيدونها تقريبا. هذه برافوس، شوف ماخذينها منهم الزرق اللي قبل شوي اتكلم عليهم. فالوضع متدهور صراحة في هذا المود، صعب جدا للامانة. لكن في البداية احنا ما يهمنا، احنا في البداية نخدم اي احد. فانا بادي دوثراكي، لكن ممكن شوف هنا يخبرني أنا معاهدة السلام بين النورث والوست، يعني على الفاضي دخلت صراحة مع النورث. نقول لهم مع السلامة ونرجع مع حروب الدثراكي، عساهم بس داخلين حرب، لأن الحلقة الماضية ما قدرت أدخل معاهم بسبب أنهم ما يدخلون حرب، فإن شاء الله. الشغلة الثانية البنجو أو الدقر أو الأسلحة الصغيرة هذه تقريبا في الحدادة. أشكركم على تذكيري في الموضوع هذا. شوف هذا المعادن كلها راح ألقاها من السلاح هذا.
فالمهم المعادن هذه راح تفيدنا في طلبات كثير راح نلقاها في مدن ثانية. في شغلة بتأكد منها بعدين موضوع المحلات، أتوقع العنب أو الجرين واحد منهم ينفع محل البريوري، فبشتري محل واحد في وينترفيل عند جومل ستارك. في تاجرين هنا موجودين، خلنا نكلم بران. عندك محل يا بران ولا بس كرفان؟ إيه هذا كرفان، تاجر بس يسوي لك كرفان. أنا ما أريد كرفان، أريد محل. أتوقع هذا الوقت المناسب، عندي 50,000. طيب بشتري منه السيلفر سميث، اوف 37,000، ان شاء الله ما هي بخسارة. واي مستريف اشترنا اول محل يا شباب وحصلنا على العمالقة. هذه الشغلتين اللي صراحة كاتبهم عندي كبداية ودي اسويهم، وشغلة ثالثة الكمبانين راح اجيكم بعد شوي. الحين وين المحلات؟ هذا المحل ابى احوله من السيلفر سميث الى البريوري، بس مش الحين. ايه يريد جرين، الجرين متوفر والجريب متوفر، فسيلفر سميث ما ادري ايش فايدته، ولا تدري عطه بريوري من الحين بألفين. ألفين ما في مشكلة، خل الجماعة يسكرون ويفلونها. فلوسي طبعا بالسالب، لازم نستأجر أروح للدثراكي. ولكن قبل لا أروح أنا أخذت لفة سريعة على الهيروز قبل لا أصور. الوندرر قائمة طويلة فمشيت عليهم واحد واحد، هذا أفضلهم، حطيت عليهم نجمة بحيث أن يجيب لي أقل شيء اثنين ثلاثة يساعدوني بالقتال. الجميل في الموضوع والغريب في الموضوع أن اللانستر، جيمي لانستر، حصلته طبعا أقوى شخصية من بينهم هذول كلهم، القائمة اللي فيها 20 شخص. وعندك برضه ثيون، وعندك أخو جيمي الجيكر تايرون لانستر. طبعا ما في أحد تابع المسلسل وما يحب هذه الشخصية، خلنا نرسلهم رسائل. الجيكر هذاك إذا ما تحبه ما تقدر تكرهه. الكمبانين ممكن يكلفوني حول 2000. أول واحد تايرون لانستر الجيكر وصله المرسول، كم فلوسك؟ الله يستر منه. طبعا يقول لي أشرب كثير وما يحتاج تقول لي، ألقاك في الحانة أصلا. 5800 تايرون لانستر، يخرب بيتك لو وزنك ذهب ما تجيب هذه القيمة. أجل نأجله، باخذ المحارب الأفضل منه اللي هو أخوه. وهذا مرسولنا عن جيمي لانستر وصل. ما أدري صراحة إذا ما أخذته هل يأخذونه غيري يدخل؟ ممكن والله. شوف يقول لك يعني الكلام اللي يقوله مرتبط بالأحداث، فصراحة المود فيه له عمق كبير. يقول لي I'm an oath breaker ومردر، على حسب ما صار في المسلسل طبعا، يحكي لي قصته هنا. يقول ما بحكم عليك، كلنا عندنا ماضي أسود. المهم سعره 7,000. يا مرحبا بك، مع انه حاليا صراحة وضعي فقر شوية، لكن طاقاته طبعا بتفرق معي في المعارك بشكل كبير جدا. طيب رحنا للقائد كالبونو ننضم له ودروسه اللي هو قائد الدثراكي الحالي. يقول داخلين حرب، ويا مرحبا بك، الحمد لله انه دخل حرب. نشوف الحرب هذه ضد من؟ الدثراكي طبعا يا شباب هم اشكالهم من غير الدروع، لكن صفاتهم في اللعبة طاقاتهم قوية. لكن انا يوم اجي اتشبه فيهم، شفتوا انتوا في الحلقات الماضية، والله ما قدرت اتنفس، سهم يجي يدخل من هنا يطلع من هنا، لكن هم يتحملون، يتعلق فيه السهم، كيف لا تسألني. فأنت كلاعب لازم انك تتقيد في الأمور هذه. الحين طبعا لو فيه بطولات أو أي شيء بشارك فيه حتى اني أرفع الانفلونس أو أشوف قطعين طرق أو باندت. هنا زحمة مثل ما قلت لكم، الماب هنا ضيق صراحة. شوف وصل مرسولنا إلى المحارب الثاني، طاقاته تقريبا يعني لا بأس فيها، إذا كان سعره مقبول بأخذه، مع أنه ما بيفيدني لا في الإنجينير في الحصار ولا شيء، بس التاكتك كويس. نغمة جديدة هذه اللي أسمعها، خلنا نشوف سعره. 2000 بالكثير، 4500. شوف حتى ما عندي الخيار، ما عندي فلوس، اشترت خيول أبغى أطلع أبيعها فوق عشان أجيب العيد في نفسي. هذا البوغو، هذا هو السلاح اللي أكلمكم عليه في الحدادة، تحصل فيه كل شيء. أنا قبل شوي اعذروني رويتكم سلاح بالغلط، شوفوا هذا هو، هذا اللي قصده، تحصل حتى منه الستيل. جميل لانستر ما خليه يصهر الحين، شوفوا كيف يا إخوان، تحصل فاين ستيل والستيل والآيرون، يعني تقريبا شبه كل شيء. السلاح ممتاز جدا وسعره كويس. في شغلة يا شباب ممكن كثير يهملها، مسألة تنويع الأكل للجيوش اللي عندك. تنويع في الأكل يرفع الستيورد، الستيورد هو عدد الجيوش اللي تقدر تاخذها. أنا حاليا محكور في 62، ولكن مع تنويع الأكل راح ترتفع معنوية الجيوش اللي عندك. شوف الحين زائد 3 بسبب الفود فرايتي، بزود مثلا نوع ثاني اللي هو البير، صار زايدا 5، وكذا وبكذا بتقدر تضبط الأمور. طبعا هذه المعلومات كيف تحصلها، مثلا ابغى اطور السيور، انا حاط فيه 5 نقاط ما اقدر اطور الا
انك تشوف كيف تتعلم المهاره. يقول لك جين بارتي مورال اللي هو المعنويه من ترميعه في الاكل، وبعدين بناء البروجكتات في السيتلمنت يوم تكون ماسك او محتل المدن. المحل طبعا يدخل لي 300، والبارتي حقي جيشي كامل ياخذ 396. يعني تقدر تقول المحل تكفل مبالغ 60 شخص هذا اللي في جيشي. طبعا نسيت ما شيء، كان الحرب مع مين الحرب؟ دثراكي، شوف وين وصل لي، حارب هنا. انا كانت فكرتي انهم يحاربون اللي جنبهم بحيث انه ما في احد وران، نقدر نبدا نحتل هنا، ممكن بعدين اترقى عندهم. ولا صرت نبيل وقتها، هذيك الساعه بجلس افكر بانشاء المملكه والجيوش، بس حاليا لسه لاعبي ضعيف. خلينا اشترنا خيل هنا بعد زياده، لاعبي ضعيف جدا اني انشا مملكه صراحه، لسه في البدايه. بالعربي ما زلت انجلد. والله الحديد هنا مره غالي عندهم، بصير ابيعه. شوف هذه فايده ثانيه، حتى لو ما بتسوي صناعه الاسلحه والطلبات اللي تجيك، ممكنك تبيع الايرون والستيل مبالغ حلوه. بس الصدمه في الهاردوود، الهاردوود مشتري لنفسي عشان حداده، تخيلوا من 30 تقريبا اشترته، باربعه، والله باربعه دنانير اشترته، هنا ب 150. يا الهي، البير اللي شاريه ب 30، وات ذا هيل مان. بجيب لهم بير وبجيب لهم، طبعا هذا في المنطقه، هذا الهاردوود والبير، اقسم بالله يا اخي تجاره ورب الكعبه شيء رهيب يا جماعه. لا وتوني فاتح الحانه، يعني اجيب لهم اياه رخيص من المحل طازج واستمتعوا. اوكي سيف يا اخي، القتال في الثلوج شيء رهيب والله. شوف يمديك تشوفها ثواني وثواني يختفي عليك زي الضباب كذا. هو لانستر معي. الصوت هذا ترى زي البيري كذا، عرفت يا قوم سكيرو والسولز. طبعا الحين جمهور السولز بيزعل علي، تشبه بنر رورد بلعب سولز. في شيء غريب يا شباب اكتشفته، اللي هو يوم جبت البيره ابيعها لقيت ان السعر ما خلاص صاروا ما يبونه، ما في اي فائده حرفيا. او الهاردوود نفس الكلام. فاللي اكتشفته وشو، في قوافل تجيهم زي ما انا اقدر اسوي قافله اللي هو الكرفان. انت عندك خيارين، يا تفتح محل يا تفتح كرفان. فاذا جتهم القوافل هذا يجيبون لهم امدادات من المدن الثانيه، فخلاص يكتفي الطلب وتصير تجارتك فاشله، وهذا شيء جميل صراحه في اللعبه، فيها واقعيه، فلازم يعني تشوف ايش اللي ناقص السوق وتجيبه بسرعه مره. المهم ربعنا هذا اللي حاربون سكروا جهه واحده، طبعا دثراكي هنا على اليمين، كانوا متحاربين مع هذا ومع هذا، فخذوا معاهدة سلام وسووا كرييت ارمي مثل ما تشوفون، وظاهر انهم متجهين هنا او انهم يدافعون، والله ما ادري، بشوف وين اقرب جيش وبنضم له. خلينا نشوف فرق القوة. ستورم لاندز ليه 8400، احنا 6000، بس اهم شيء انهم يكونوا مع بعض، اذا كانوا مع بعض والله يمدينا نغلب اي احد. ايوه ميد بيس، هذا اللي كنت خايف منه، ما مدانا نتكلم. خذ معاهدة سلام مع هذا ومع هذا، يلا الحين اجلس اطبخ بيض، ما في اي حرب. تلوموني في الحلقة الماضية ايش دخلني مع الستارك وانا دثراكي كذا، حربهم سري سري. تعال في شغلة، شوف ستورم لاندز هم اللي يعطونا فلوس، او هم ياخذون عفوا اليد تحت، اما اليد فوق هم اللي يعطونك فلوس. فتخيلوا هذول كلهم ياخذون فلوس، ريتش ياخذون فلوس، وهذا ياخذون فلوس، وهذا اللي ياخذون فلوس. الوراث بس تعطينا، والنرفز وكورو، هذا كلهم جنبنا. يا ولد كورو 800، من اللي احتلهم؟ اخذوا مدنهم كلها. كورو مع مين يا هو؟ ايش الافلام اللي صارت؟ مين هذا؟ ترقارين احتلوهم. ديمت والله، ديمت الترقارين، بدوا يطلعون الترقارين من هنا. تهديد صعب وقوي من تحت على دثراكي. طيب هذه فرصة اني ارجع اتجه باتجاه الدثراكي. اول كنت احاول احارش بس خربت الخطة. دام الناس ناويينها معاهدات سلام، خلنا نفتح لنا محل ثاني لان عجبني الوضع صراحة. هنا في اثنين جرين، في هذه ترى تابعة للنورث، الشكل هذا مش تمرد، الشكل هذا مدري غريب صراحة. المهم انهم تابعين لكلان النورث اللي هو تابع للستارك، او من ضمنه الستارك، عائلة الستارك. ان شاء الله اني حصل لي بريوري هنا. عندنا هنا مرشنت بس رأي كرفانات، الظاهر هنا مرشنت، تاجر ثاني، ارتست، جانج ليدر. اوه تصفية العصابات داخل المدينة مهم، بس مش الحين، مش فاضي لهم. هاي بريور اتوقع
خلنا نكلمه. يا ويلكم يا أميرة. I'm Drogo. أيوة I want to buy. أول شيء قبل الخدمة 35,700. ممكن المشن يختفي ترى. أوكي اشترناه منها. بس دقيقة بريوري يحتاج قلنا عنب. ثواني أنا الحمد لله أنا في توضيح في هذا الإصدار من اللعبة. المحل اللي شريناه سلمكم الله. مش اللي في وينترفيل في الديب وود موت. واين بريس يتطلب الجريب. أوكي يعني مره في السليم صحيح. البريوري مفروض أنه دخلها أفضل من وينترفيل لأن فيه مصدرين يجونه. خلنا نتأكد أن هذا المدينتين بس تابعين. إيه شوف العلامة هذه فيهم. ما في مدينة ثانية لهم غير هنا. تقريبا المدينة الوحيدة لهذا الكلان. يب المدينة هذه ثلاث قرى صغيرة. طيب خلنا نعطيه شوية وقت يرتبون المحل ونرجع له. وإن شاء الله هذا الحلوين يدخلون حرب. لأن صراحة لأن الحين يعني ما دخلت في جو الحماس. شو اللبس هذا فزت فيه بطولة ينباع ب7100. معلش وين لبسي السيف هذا اللي قبل شوي رويتكم اياه الاوت كيبر. شوف كيف الحمار رهيب والله رهيب. درعي قوته تعتبر متوسطة. فيه دروع اقوى بكثير لكن الشكل هذا عاجبني. لين ما نحصل افضل منه. ايوه هذا الصوت اللي منتظره. كرييتد ارمي. دقيقة وين الكرييتد ارمي؟ تحارب مين يا بعد حي؟ ما في اي كهور. كيف كهور؟ قبل شوي يا شباب رويتكم ان التارجاريين خذوها. وشلون؟ علمني. ما زال اونر من التارجاريين. اتوقع انهم ما لهم اي مدينة ولا قرية ولكن يحاولون ياخذون من عندنا بدل لا يحاولون يسترجعون. فهمت يعني القوة هذه 300 مدري كم. هذه 500 بس مجرد شوية حثالة كذا يحاولون يهجمون او يخربون علينا المدن. طبعا لا ننسى ان الدثراكي هم اللي دمروهم في البداية. شوف هنا صادوني 91 كلب. اوكي هذا مرتزق عند الكهور قبل لا يمتسحون. 91 واحد والله العظيم اني ادورها من الله. فرق بين 30 و31 جندي. نتوكلنا على الله. شوف الابتسام وربي يقول له ربي جابك. هلا بالعمالقة. شوف الخمسة كيف هذا الاثنين داخلين في بعض هنا. يا الهي ارحبوا والله شكلهم دثراكي اقسم بالله. يا جماعة ليكون كانوا دثراكي وبعدين تحولوا. ما لي في المسلسل كثير صراحة بالتفاصيل. بس وش القب هذا العظمة. يا الهي يا رجل شوف طول الشخص العادي والله ما يوصل يده. الله لا يحطني تحت هذا. شيت يعني تخيل عزيز المشاهد انت كذا تناظر له. تخيل يا عزيز المشاهد والله تخيل تكون بحجم البوت حقه. احس هذا قوي خايف جنبه. والله احسه خايف جنبه. تحققت والله احدى اماني في هذه اللعبة في هذا المود. طيب عندي 30 مشاة 30 رمات اسهم 2 خيالة. يبيلي كثر خيالة صراحة. مدري ليش الناس موضوع الخيالة. اما بالنسبة لهم تكفر تقول لي خيالة كثير. يا الهي لا شوية جمال بس والبقية احصنة مدرعة. يخرب بيته والله قوي والله قوي. جيشة والله ما هو بهين يا جماعة الخير. ريدي انفكتري موف لوس فورميشن لوس فورميشن. كلهم اعطيتهم لوس فورميشن افرقهم. والعمالقة يستقبلون الخيول. بحاول اصيد لي كم واحد بالرمح. الرمح هذا جديد طوله 210 تقريبا. نقول بسم الله نمسك لنا واحد. طيرنا واحد. اوكي ودي اشغل خيالة. والله العظيم لو اني مش لابس الدروع. بدأوا ينسحبون. قالوا هذا بيشغلنا. انا بس متخوف من خيالة ودي انهم شوف الهي اضرب ايش فيه استحاء. الشجرة هذا خربت المنظر. اخلط يا لب العمالقة يا شباب.
اطحنوهم بس لا تطحني معاهم تكفى تكفى لا تطحني معهم بس تعال 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 ها تبي عند العملاق اهم شيء يطحن العمالقة ما طيحوا يحاولون يطيحون العمالقة كفو جميل نستر تشوفه الله وحش هذا اللي تشوفه في المعارك خليه محارب بالسيف والله وحوش شوف كيف متكاتفين يا اخي اقسم بالله كل واحد كتفه بكتف الثاني ادخل 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 بوسطهم ادخل بوسطهم يا رجل تعالوا انتم هنا تعالوا يا رجل مسحناهم من قبل لا من قبل لا ايه يعجبني الملحاش انا وربي لا ادخله من ورا راسك اطلعه من فمك صقع بالشجرة النوب ايوه وين 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 منحاش عندي تطوير جاين 13 كل 8 كلات يا رجل علق وصفق يا شباب والله علق وصفق لكن النكبة هذيك اللي في بداية هذا كان شيء نكبة تخيلوا يا شباب اخلي عملاق معكم بانين رفيق يدخل بطولة والله غش طيب ايش نعطيه قوة سكاوتينج سميثينج رايدينج يكون فوق خيل بنجرب والله بنعطيه رايدينج طقطقة كذا عرفت لا خله تجارة تجارة ونعطيه قافلة بعد وبس وعيش وربي من حاشين ولا واحد منهم مات معقول انا شفت اربعة اتوقع انه واحد مات يا اخي والله يلوموني في اللعبة هذه يا جماعة بتفاصيلها شوف الدم اللي علي شوف الدم اللي على الخيل شوف الساحة شوف الاحتفاليات والله يا شباب مش مدح ولا الله أكبر عليكم أحلى سهم انتصار عطني مع أنهم عبيد ترى مش مطورين يعني جنودي والله مثل ما تشوفون عطنا عطنا الكلات كم أوكي أنا قاتل 10 الجاينت 37 كل وين أخوينا جيمي لانستر قاتل واحد بس جيمي أنا أقول مسوي شيء يا عيال يا عيال وش رايكم نسوي الجيش كامل جاينت كذا بيصير احتلال عظيم للماب بشكل انا شاك يا شباب انهم كانوا دثراكي اشكال مشكال دثراكي لا احد يناقشني في الموضوع حتى لو غلط تعال يا قلبي يا بدموس انت تعال مرتزق عند هذا اللي بعد ما امتسحوا ليكون هذا اللي كان يحارش المدن حقنا خيال هذا الاقوياء والله باخذهم والبقية يسحب على ابو جدهم لانهم يخففون سرعتك انا موضوع السرعة هذا مركز فيه ونصيحة اللي يلعب اللعبة لا ياخذ خيول اكثر من عدد الجنود اللي موجودين هنا يعني مثلا انا 62 اخذ 62 خيل 70 بالكثير عشان لا يجيك شيء اسمه سالب هيرد هذا هو سالب هيرد سالب 0.2 شوف مثلا لو نقصت عدد الخيول الى 60 وهذا 62 فبيختفي الهيرد هذا مقصد الهيرد ان الحيوانات اللي عندك اكثر من عدد الجنود فما يقدرون يتحكمون فيهم في الحركة وبس عطنا الاكل عطنا الأسلحة نصهرها والسلام عليكم هذا الاختصار بالكيبورد تضغط A يجيب لك كل شيء موجود على اليسار إلى اليمين شوف البولار متطور بعد المعركة الرهيبة increase your first damage اللي هو كذا أو swing أنا ما عندي swing حاليا خلنا في الثيرس دمج ونسوك على الله شوف الفلوس 35000 و 8000 يا إلهي بسبب أني مسحت هذا لشوف 50 أتوقع أني مسحتهم 1100 خربيتهم كل ما يقوون هذا لا يجيبون مرتزقة عشان يستعيدون أرضهم بس يخسي انا بس لو هجول هنا بلقاهم لازم اني اقرب من الارض حقنا افا في احد جالس يحرق عليه جايكم جايكم ايوه created army انا بس ادور لي على اي من اللصوص هنا بس ما حصلت جايك جايك يا وحش جايك بس خبرني وين انت متجه يا ريت بس يخبرني هذا الارمي او في طريقة يمديني اشوف هذا الارمي وين اتجاهه بدل اجلس الاحق فيه كذا ويضيع الوقت خلنا نشوف تطويرات البارتي اللي عندي طور الجميع شوف الستيوارد زاد عندي جميل هذا بس بسبب والله مرتين يا شباب من ابتديت الحلقة زاد عندي مرتين بسبب تنويع الاكل مثل ما تشوفون تنويع الاكل بلس 5
ولا وهذا اللي اخذته ينقص من المعاشات اللي يعطيهم اياها او الرواتب. بس وين الوجهة؟ الوجهة سيغولينا. وين هذه سيغولينا؟ سيغولينا هذه. طيب ايش سالفة سيغولينا الحين؟ انا ما فهمت. مدينتنا هذه يدافع عنها. اوه في حشرة كان على يسارنا. We have better target. وين؟ مليون بترولينج يدور احد. في احد جالس يحرق حقة التحالف. اصبر 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 انا اصيد لكم اياهم. هنا تبطئ السرعة يا عزيزي المشاهد. لا لا هذا اهبل هذا، هذا ما على بالي بينحاش. والله ما انحاش، قوي عين والله قوي عين. سنتروب يا رجال مسخرة هذه. ولا نطور شخصيتنا، نطور شخصيتنا. العمالقة يشاركون، ما ادري عاد العمالقة لهم تطوير، هذه كارثة يمسك. شوف الدثراكي يا إلهي. ما غير تشوف طحن الجاينت. والله من جد أبي أخفي العلامة اللي فوق الجنود عشان الواقعية. هذا طلب جاني في الموسم الماضي. أيوه كذا شيء رهيب، والله شيء رهيب. بس هذه مصيبة صراحة، ما يمديك تعرف اللي معك من اللي ضدك. اوف من هذا؟ هذا من نايت ووتش. شو الحين ما تعرف يضربون مين؟ الا الا البنفسجي اللي تحتهم. ماتوا عندي اثنين من الجاينت، باقي لي ثلاثة بس. صغرت هذا بعد لو تلاحظون، القائمة كانت اطول بشوي قبل شوي، وهذا اصغر. والعلامات اللي فوق الجنود اخف، فاتوقع بتعطي تجربة للمشاهد افضل يعني. الله يقدرنا على فعل الخير. طيب الحين 880 يدورون هنا، يدورون حرش، بس ما حد اعلن الحرب عليهم ولا احنا اعلن الحرب. على 943 يبغون يمسحونهم، بس يحاولون يعرفون وين اماكنهم. اوكي عرف الحين there's a better target. طيب وين؟ تعجبني الملاحقات هذه. leave army عندي اياه. ازهل ازهل ازهل، تلاحق الجيش هذا كله على 67. عيب عليك يا رجل، عندي موضوع هذا. كم احنا 61 يا ولد؟ كيف هذا اللي اسرع مني؟ ايوه الحين افتكيت منهم سرعتي. الحين جت 4.8 وهذا 4.5. اوه شفت الحمار هذا استغربت. اجيب لك اياهم يا رجال. في 89 كفو جاي لي. يخرب بيته سريع. افا ايش فيه انسحب؟ والله انه نوب، والله العظيم انه نوب. يا ريتني قريت اسمه هذاك اللي على وشك انه يجيني. وين منحاش يا بعد حي؟ وين؟ وين؟ والله اني حزين على مملكتكم تسحت اول وحده، ولكن يعني ما يصير كذا تنحاش قدام الجيش. بيجيني احلى انفلونس الحين، برفع سمعه الدثراكي في مسح عدائها. اوه خيل واحد بس يا حبيبي. هم في وضعية دفاع صح، نسيت هذا الشيء. Horsemen after me. مكان يا اخي سيء والله. تعال يا ايها الخيل الوحيد. هذا ممكن الكوماند حقهم. حاشره من وراه يا ابوي. وين من حاش؟ خلاص تعال. يلا مع السلامة. هذا الكوماندر تقريبا حقهم، اعطيتهم تشارج بس ما ادري وش صار عليهم هذا الصراحة. شيلد وول. شيلد وول يا نوبس. شلون بيطلعون لهم كذا؟ خلصت المعركة ولا ايش السالفة؟ خمس كلات كذا جايين سريع سريع خبزهم جنب بعض. انا قتلت اربعة.
البقية من قتلهم. يسوسي سولدر قوي والله. لا لا فري تو جو ايش تعال. لو فكناه هذا بيروح بيسوي لها ارمي من جديد. حركات هذه ما تمشي علينا. طيب في احد من الاقوياء هذا اللي نجندهم. اي والله الخيالة هذا اللي نسيت ما جندهم. واحد من هذا واحد من هذا. طيب الحين برجع للفلوس 77,000. حس اني صغرتها بزيادة صراحة. المحل شوف الرواتب 600 والمحلات تدخل لي 200. ليه 200؟ الديب هذا 98 صراحة شوي 98 لو ما زادت في خلل. في خلل بالامدادات عندهم. قربنا شعرة على الكلانتير الثاني واللي بيخليني افك جيم لانستر. الستيورد عنده رهيب 250 فبيقدر يجمع له عدد جنود جدا كبير. تخيلوا معي في التير اللي بعده يكون فيه بارتي ثاني يسوي نفس الشيء. كذا انا اقدر اتحول الى نبيل وبعدين حتى اسحب على الدثراكي واسوي مملكة الدثراكي بنفسي وبعدين هم اللي ينضمون لي. لكن البداية مثل ما قلت لكم مصممة هني اسوي كذا. الارمي وين راح؟ الحلو في الموضوع ان الارمي بما انه كمبيوتر يعني يعرف مكان الخصم فنقدر نحصلهم بسهولة. باقي فيهم 800. ايوه ذريتش ذريتش اعلنوا الحرب. هنا صراحة الحرب الطاحنة الصعبة. احنا 5000 هم 13,000. يا الهي الاستهبال هذا بطلوه. ريتش دخلوا الحين معاهدة سلام تكفى سريع مع هذا. خلنا نشوف الريتش اقرب مدينة وين. خلف الكاميرا لان معودكم كذا او انا متعود كذا. الدثراكي اليمين تارجاريان. ريتش بعيدين والله ما في احد في هذه الجزيرة الكبيرة ابدا. كلهم على يسارنا. بس وين على يسارنا؟ اوكي هذه مناطقهم مرة بعيدين. تمنيت صراحة الحرب تكون مع تارجاريان قريبين من بعض نعرف نتفاهم ونحتل وندافع وكذا. لكن واحد بعيد جاي من اخر الدنيا ما ادري صراحة. يعني الممالك كلها عنده هناك القوية. اهجم على نستر. طيب جنبك لازقين فيك. اهجم على ستارك او النورث هذا للوسترس. عندك الدور كلهم اقوية. لا يبي علينا 13,000 يخرب بيته. اتوقع اقوى واحد هذا في اللعبة حاليا هو الوسترس. اي والله نورث كم جاء؟ نورث 8,000 دخلوا حرب اكيد وتمردوا كالعادة. الستارك ما يبطلون حروب. بروح بحارش بما اني مرتزق فوظيفتي اني اروح احارشهم انقص من جيوشهم ويزيد عندي انفلونس تزيد عندي المبالغ وكذا. يا جماعة الخير الجاينت حداد. يا الهي هذا مو يصهر السلاح هذا الله يكرمكم يلحسه بس صهر ابو جدهم. تعال يا الجاينت تكفى صهر لي السيف هذا. يقول لي ابشر والله ما سويت شيء. وجايب لي من اللانستر شو اسمه اخوهم جيمي لانستر. من الستارك بشوف لي واحد. رب الكعبة حس انه يلعب فيفا التيمت تيم كذا. جيب لك من كل دوري واحد وتجي تجلدهم. انا بس ابي لي اي بطولة اي شيء اجيب لي 2 ريناو. ايوه وبتشوفون اني يوم ادخل عند البارتيز بتنفتح لي الخانة هذه اللي اتكلم عليها الحين. 78 جندي بسبب اني جالس اطور الستيوارد. اعطوني رايكم بالقوائم يا شباب. هل تبون يكبرها ولا امورها طيبة؟ لان بعضكم يتابع بالجوال فممكن حتى ما يشوف الرقم اللي تحت الفلوس وكذا. الاسامي كل شيء صغر. يا سلام. اوه بس صغر صغر العملاق الحين ولا كيف الخيل بيشله؟ والله صغروه يا ولد. شلون نقتله هذا الحين؟ شلون نقتلك؟ اي لا لا ضعف ضعف والله يوم صار كمبانيون ضعف او انهم يجلدونه من الصبح. الحمد لله افتكيت من لانستر الكمبانيون اللي معي افتكيت منهم كلهم. جاك مرة ثانية. وات كيف 29 دمج على السرعة جاي هد. وش اللي 25؟ خرب بيته طير جنودي والله وربي ضربه واحد يطيرهم. ايوه فجرت راسه. كفو يا وحش ما بشارك انا.
والله سدحها. طيب الحين عطنا البارتيز، الله اكبر، عطنا الوحش الكبير الضخم هذا يمسك له بارتي لحاله وعطاه 60 شخص. لا 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 لا، كنسل كنسل كنسل. لانستر كم؟ 90. طيب اللانستر بعطيك 3 جاينت، ولا اعطيك واحد بس، واحد وانتبه عليه. خذ من الجنود هذه ودبر نفسك. 172، الله اكبر، 172 ولا 103 نصير قريب 300. طبعا يوم طورت في الكلان طورني من 70 الى 100، زادني مدري كم الكمية، 15 اتوقع. وشوف الكلان تير 3 برضه بيزيدني 15 في عدد البارتي حقي، والله تطوير رهيب اشوفه. بس بعطيهم فرصة انه يتجمع الجيش 172 وانا اكون 103. يصير من بعدها يا شباب الحرب هذه، صراحة انا ما اشوفها لي الحرب هذه ابدا، مش لنا. بنتظر لين ما ابتدي الحلقة الجاية ان شاء الله وتكون في حرب في الجزيرة هذه، بحيث ان نقدر نحتل وكذا ساعدهم بالاحتلال، ونقول يعيش الدثراكي. لا تنسون لايك يا شباب، واتمنى الحلقة نالت اعجابكم. نراكم ان شاء الله على خير في حلقة اجمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.